نروح بقى للإنجاز اللي حضرتك عملته، أو يمكن الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، توصيل الشريان الأورطي لشرايين الساقين. ليه عملية كبيرة وليه نادرة مثلا؟ هي عملية كبيرة نتيجة خطورة المكان اللي بتتم فيه. يعني احنا لو هنتكلم على الحالة بتاعتنا النهاردة، احنا شايفين وقت العملية اهو. ده الفريق اللي قام بالعملية. انا طبعا موجود اهو، الاثنين نواب، نواب في مستشفى الاورام، اورام الاسماعيليه التعليمي، الدكتور كرولوس والدكتور محمد شناوي، طبعا ممرض ودكتور التخدير. طبعا ده الفريق اللي قام بالعمليه الحقيقه. كنت بتسالي عن بنتكلم عن ليه الانجاز مهم، او ليه حضرتك قلت على حسب المكان اللي لان بيتم فيه المكان العمليه. اللي بيتم فيه العمليه دي مكان خطير جدا. يعني هو رعب كل الجراحين هو الشرايين والاورده. يعني تمام. كل جراحين الجراحه العامه هو رعبهم الشرايين والاورده، لان لما بيحصل نزيف او انسداد في اي جزء من الشرايين، يا اما النزيف ده بيودي بحياه المريض، يا اما بيحصل انسداد في هذا الشريان، وده بيعرض جزء كبير من الجسم، مثلا سواء الكليه او القدم او الساق، للبتر نتيجه حدوث غرغرينا. فانك تجري جراحه في الشريان الاورطي دي حاجه خطيره عالميا، مش في مصر بس. بالنسبه للحاله اللي احنا كنا بنتكلم عليها النهارده، هي هنقف كانت عند النقطة دي. أنا